هذه واحدة من بين المخابز التي باتت مهددة بالغلق بسبب نقص مادة الطحين المستعمل في صنع الخبز. صاحب هذا المشروع منتصر وصديقه فتحي يقولان إن حصة تزود المخبزة بالدقيق تقلصت إلى 5% فقط خلال العامين الأخيرين. شنو نعمل؟ وفر لي أنت، وفر لي، وفر لي منيخو من الفابريك. الفابريك تطلب ويقول لك ما عنديش، أنا نبجل المدعمين قبل. وعلى العلم راهو احنا قاعدين ناخذوا معناتها من الكوتا نتاع الفرينه من الفابريكا 5% من الطحن العصري، 5% هما ياخذوا 80%. المجمع المهني لاصحاب المخابز نفذ اعتصاما امام مقر وزاره التجاره محذرا من تراجع حصه المخابز من الطحين وما قد يسببه من اضطراب في تزويد الاسواق بالخبز بعد تقلص انتاج المخابز بنسبه تفوق 40% منذ عام. أنا نأكد لك المواطن هو مش يكون الحلقة الأضعف، على خاطر إحنا اليوم عنا مخابز مسكرة وفي الأيامات الجاية مش تكون عنا مخابز مسكرة، وإحنا اليوم ولينا مهدين، معناها إحنا كأصحاب مهنة وأصحاب قطاع اليوم ولينا مهدين بالقرار هذايا، معناها ما نش عارفين وين ماشيين الحقيقة. من جانبها تعزو وزارة التجارة خفض حصص المخابز من الدقيق المعد لصناعة الخبز إلى أزمة السوق العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت إلى ترفيع نفقات الحكومة على مشتقات الحبوب بنسبة تزيد عن 20%. الباقات اللي قاعدة تتكلف معناها على الدولة بسعر كبير برشا، ولا تتكلف على الخباز بسعر، وتتكلف أيضا على ميزانية الدعم بسعر كبير، علاش احنا اليوم ما نخرجوهاش؟ تخرج من الدعم. اليوم احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي الدعم زوز أنواع من الخبز، هو الخبز الكبير متاع 600 جرام والخبز الباقات اللي هو متاع 220 جرام. احتجاج أصحاب المخابز واجهة جديدة تفتح في وجه حكومة نجلاء بودن التي تواجه بدورها غضب قطاعات مهنية عدة في ظل ضائقة اقتصادية تعيشها البلاد. احتجاج جديد لأصحاب المخابز في تونس بسبب نقص مادة الدقيق لأسباب ترجعها الحكومة إلى وضع السوق العالمية وتداعيات الحرب على أوكرانيا. توفيق عياش، الحرة، تونس.